زين السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يوم الهي حب اليوم يوم لا اليوم يوم الهي وشي رمسة وشي سنابات وشي سيارات وشي ييات وشي علم وشي خبر وشي سيارات وشي ييات وشي كل شي فيه خير موجود إن الله راد. والحين يا الله يحفظكم مهوير وين هل يظهر الحين الساعة 3 يقولون عن مهوير نص النهار سائر الله يحفظكم المارينا مول مال باشوتي وإن شاء الله وأنا ساير برمس وياكم ومن أوصل برمس وياكم وكان شيء جديد عندهم بعد صورنا وبخبركم شو خدت وشو ما خدت العلوم كلها بأتيكم. أهم شيء الجرن اللي توا ظاهر ودسيناه والشنب كم مغلظة غادي هكذا اللي بوي بيتعدل قرب العيد لازم هنمونه أقول بي غادي زين بنادم كل متعدل ما يستوي لازم يوم خوب يوم خراب يوم كشرة يوم زين يوم شين يلا والدنيا مطرجة يلا بارك الله فيكم. حسي اليوم قاعد غير نمونه يهر شي بعير شمنا ناش توني مرقات شو يعني اكذب توني ناش مرقات قبل شوي ساعة شوف الله عليك المنظر اللي ما زين هذا ما شاء الله عمار يا مليح عمار الاول مليح الحين ابوي هب مليح الحين الدنيا كلها غبة خضراء وين ما تصد ما شاء الله الظل والظليل تبارك الرحمن. أقول لكم أبوي ترى مجب العيد والبنادير البندير أبوي ترى دقة رزق 30 درهم والكل منكم والجميع مفروض أن يحط علم أيام أفراح وعياد وكل هالعرب أبوي تحط بنادير يحطون أبوي يوم بيو الحياة يوم بالناس بتي بالعمرة وأيام أبوي أيامنا كلها عياد إن شاء الله المكان كله ممسوح والقط الكبار كان مرة في ويه المارينا بعد وين الظلة بعد مرة بشاهد هالويه مين هذي هبلة عن العياد الناس كلها تفرح يوم شوفت العلم فوق البيت النشر فوق البيوت حين ناس وايد مقلب بالاهتمام في هالموضوع ترى والله من صدق رمسكم النشر وايد شكله جميل انت شوف البيت اللي فوق علم من تشوفه خاطرك روح يبش تبتسم والنشر دليل القوة ودليل الفرح ودليل الإيجابية مش كآبة وسلبية شو اللي كان فيكم لون علمنا نحن علم الاتحاد الالوان كلها جميله فرايحيه ما شيء جاي انك مظلم ولا شيء ما يتشاهد الاول باشوتي كان هناك ودل وحين من اي سرته في نص هل ودوه هناك وين بس الله يعيالك يعني كان الموقع الجديد بعيد اخير عن الاولي زي ما حد تخبرني ليش جاي يقولون شيء طاح مديل جديد عندهم والوان جديده وانا ما اخذت منها ما شفت بعدني كان ان شاء الله بيبط بعد حقت تتعدل زين كالعاده ابوي اذن اول ما يجيكم زين اذن عسى بس بصلي وبرد لكم يلا ذهب عمرك عاد زين وانا سائر للصلاه استوت وقع وديتين ودي الاوليه ويا ريال ويا حرمته وانا ظاهر بالصلاه ويا ريال ويا عياله زين احب اشرح لكم شو الوضع ودي الاوليه بنزل من الدري وريال ويا حرمته متقاودين باليد ومسكرين الدري زين قبضوا اليمين انتو يا حرمك واذا حد مستعيل بيخطف على اليسار هم شلكم انتو يعني خلوني وراهم لين وصلوا والدراي طويل يا وصلت مرة يلا توني بلحق على الإقامة أو قبل أقول لو سمحت لو وطالعني بطرف عينه خطر عليه يجتلني وصد منك ما كأني قلت له لو سمحت ولا تسوي لو سمحت بما معناته أنه يعني خطفني لا تم واجف وقابضين الدرب هو يحرمته بعد شباب المشكلة شواب في السن كبار في السن بقول يمكن انه يعني ما يسمعون لك رجال شباب يعني لا يبين عليه فنان سكرتي حد غير نمون وانا ظاهر من المسجد الله يسلمكم ولانه يخالون مفارق صغار على طول ذراعين وثلاثه يباغمون بربهم ليخالجنهم كيف يباغمون الله يسلمكم الناس تصلي وهم خارج زعجون زعيج واحد ما أدري من وين من أي جنسية المهم وأنا ظاهر أقول حق الوليد أبوي الناس تصلي لا تيس زاعج عيب والله أبوهم ظهر وقادهم بيديه والله يا أبوكم ما قالهم كم الخبر ولا قالهم سمعوا رمسة أبوكم ولا خالكم هذا اللي رمسكم برغم من اسمي يوم ما بتدخلهم وياك يصلون في المسجد يعني مفروض انك تهديهم تقولهم عيب لا تباغمون الناس تصلي تشركهم في الصلاة بتامرهم بالصلاة عنبو ما بتروم تقولهم بتذهب عيالك كيف يعني ما شيء مذهب هذا يقلل مذهب هي والله نزيل
هذا اللي داد الحين ها صح هذا اللي داد زين هذا اللي يفرق بينه وبين الاوليات ان لونهن ما يصالق شوفوا ما يصالق اختفت يومي المره اللي اختفت كان موجودات هذه لا ما كان كان في شيء ثاني هي ما كان موجود ما بكل الالوان موجودات ها كان اكثر مبيعا اللي تشوفونهن هذيل و شوف واللي يفرق بينها شوف 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 انا برويكم يعني مثلا الحين حد من العرب يقول لك والله هذا حاطين شعر لا هذا ابوي شعارهم السيف الباشوتي هذا بشعاره هذا شعار الباشوتي متعارف عليه مستوى الدنيا مستوى الدنيا يعني من اول ما حطوه نشوف بعدها شوف بعدها هذا لون وهذا اللون رصاصي كلهن كانوا موجودات من قبل غير شيء اللون هذا سووا عليه ري اوردر يعني زياده طلب استوى عليه الرصاصي وهذا بعد اللي تشوفون الزيتي صدي يا صدي يا طالعيني صدعنا الله تصير بوج صدي نسر غادي بلاها اي شوفيت اسم ولا انت شو اسمها هي؟ مريم مريومه صدي يلبزها مكثره يلبزها ودها ود ابوي سيري سيري يلا. سيري يلا. ربي يدلع عليه فيها برايح ابوي شلها ولا ترمسيني ولا داني بعيشة الله يلا الخلا والله نسرقها هذي ها انت صغيرونها النمونة قملوه شو السبب الرصاصي سويته عليه طلب زيادة طلب عليه زيادة ونفس الوقت هو من الوان الاشكال الجديدة اللي احنا جايبينها بحكم انه هو جاي السيف حقه اللي يفرق بين هاي والاوليات ان السيف هذا لونه جاي مات من نفس نوع مات يعني لونه شابي ايوه شابي شو اسمه؟ شابي ما بشابي شابي شابي الا تقول صح شابي 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 هي تشبيت فيها حامية اللهب قول امين امين شكرا لك شو اللي يفرق هذه ها هاي هاي شوف شو الفرق بينهن وبين اللي فوق هلا اللي تحت هو عباره عن شاموا قماش وذر بروف يعني ما ي... ما يخسن ما يهن ما الماي يا مطار يا شياته ولا وضوء ولا اي شيء وجاي اول ما برند احنا بننزله اللي هو جاي صدق عادي وذر بروف وذر بروف هذا الوانها صح؟ هذا الاسود اسود ورصاصي رصاصي والبعد البلو هذاك هذا انا اخذته منه تراني تدري؟ ولا هذا تشعيباته صغار زين وهذا تشعيباته اكبر وهذا شرات المقلب جلي منه فيه يعني جميلات وفنانه ما يخرسن هاي في الماء؟ لا ما يخرس احلف لا والله ما يخرس قول والله العظيم والله العظيم ما يخرس بعدين هو وتر بروف حق الوضوء حق انه يعني ما يخرسن ما يخرس عيد لو يجي مطر لو يجي طهاف لو يجي شيء ما بيصير علينا اي شيء اكيد طبعا اكيد زين سمعوا يا من حضر قال اكيد في دمته ان شاء الله في دمته تدري ان انا هاي وايد عيبني هاي وايد يوز اللي انا هذا جاي من الالوان الجديده الحصان ببشطي المخشب تخشيب اللي هو اي والله محروق وايد جميلات موجودات اخر مره وهذا بعد العنامي منه بعد جديد واللي مميزه بهذا الستايل هو اللوجو جاي ذهبي شوف انت اسمك قلت لي باسل زين باسل انا هاي ترى وايد عيب المديل اكثر ناس تحب المديل الاولي هذا شوف هذا الديزاين الاولي الناس كلها تحبه هذا في شو الجديد هذا الجديد فيه داخل خامه القماش وهي الجلد ووتر بروف ها كلهم ما كان موجودات النعول نعول وايدات في كل مكان تعرفون ليش يمشي هذا الستاندر هذا شو السبب انه يمشي اكثر؟ لانه هو الاصلي اللي طرف محتاس واللي عليه فولك واللي عليه فصوص واللي عليه ترتر وزري فطوم هذا الناس ما داني ما العنقاش وين الرجال من استوت الدنيا هذا ملبوسه البني والبيج والابيض والرصاصي يعني الالوان هذه لكن هذاك اللي عليه زري فطوم منو يبا الريايل لبس الريايل هالنمونه ما تلقط شيء فيه خربشان ولا اللي صالج هذا مب سنع الريايل اي حضر بارتي ولا بتصير حفله تنكريه تلبس شيء فولك وصليج ريج لا الريال بيصير بيالت بيصير عند العرب بيصير المعازي داوم بتصير في مذهب بتصير يعني بتصير على شيء يرزى تصير في شيء يرزى فالملبوسك لازم يكون راقي صبر تعال هذا ابوي السكشن مال الشيوخيات ها شو الاقبال عليه؟ تمام الحمد لله الحمد لله تستاهلون اقبال شباب بين اللي فوق هذيل واللي تحت وتحطينهم في قسم الشيوخيات ليش؟ هلا اللي فوق هو إيه؟ جد عام زين واللي تحت؟ واللي تحت هو جد غزال اي صورك ولا ما صورك تعال هل؟ اي يا ولد العيوز الله اسمي هذا؟ نوتي بوي صور
تعال عن الله تصير تعال لا لا تو حبل على رقبة عدوان الله. تعالوا انتوا يدكم اليزيري لك اليزيري بابا عبد الله غازين ابو ظبي عايين من دبي ما شاء الله تبارك الرحمن. حلو بعكم الحين يعني نشوف زين يلا ها ها هذن ها ما صغاري ها شوفوهن مكثرهن هاي واتر بروف عن الماء ولا يختربن ولا يعولن. فنانات تعال على هواك انت بيتنقى شيء فنان انت رجال ما شاء الله عليك ما تمام ناجح منها مخديله واللي جايب علامات زين خديله واللي بوي دويراتها طماط هذا الخلق ودي مكمها الزنانيب كلم شخار يقول بوي غلاية هاي ما بي قنبو عبود شيء ولايتي وشيء فنان تعال ان الله تصير تعال لو انا منت باخذ له هذا زنوبه ما يلزم ان ياخذ لك على هالزعيج مشغل الدنيا كلها لا تاخذين لك انا به يشغل هذا كمبيوتره شو اسمه محمد لا محمد لا محمد كان اسمه محمد يستاهل كل خير لا تاخذين له شيء الفنان زين زين ابو جاسم اي ما ابغى شوفي ختل ختله صدقني من قوم اليزيري صدقني يزير ابدا امي ثبت شرعا يزيري 100% يوز له الا الزين هذا ابوي يد عبد الله اليزيري وين بيدوره يد عبد الله اليزيري ابوك فنان من استوت الدنيا يلا تعالي شو اسمك انت وانت تحنون والله والنعم وانت مايا والنعم والنعم ابو ظبي انتو يلا الله يحفظكم مايا مع السلامه فطومه ايه نوتي قيل نوتي مع السلامة. صبر تعال تعال شو اسمك انت؟ هي شو اسمك؟ خدتوا له بعكم؟ خدتوا له بعكم؟ ايه وانت جاي العكر شو؟ انت عكر وماشي ويا واحد ما شاء الله دقل يعني دقل ما لقد تمشي الا ويا الفقر يلا انك انت مصيبه هي والله يا يا ربي لك ما لحقت على جسمه انت يا ربي عفوا تصير حمدت من هالبطينه زين انت جاي تاخذ من هالكلاسيك صح؟ ايوه شفت هاي لي اغراضي اقول لك ما داني الا هذي هي انتو حين فريقي عباره فريق شو؟ فريق البطيء ما شاء الله عليكم الله يحفظكم انا صبر راس امك وابوك ما علي حبيبي خلاك عيونك شوف انا اخر ودي شايف ابوك ميلس قوم محمد ثاني بارك الله فيك سلم على ابوك كثير السلام صبح تصورني يا عبيط تسوي لنا مصيبه لا لا ما مصيبه حين انا شو قلت الحين شايف ابوك ميلس قوم محمد ثاني وين شايف انه فينا بكبريه اللي يازلك من هنا حينة السوداء ولا رصاصيه انا اشوف رصاصيه هاي ترى واتر بروف هاي الفوايد زينات عن المطر عن اذا بتسمع نصيحتي خذ السوداء تراها فنانه السوداء ورصاصيه تنتين فنانات هذه ولا هذه على هواك عاد وقت لي زين زين باسل ابوي خلوا حد يشيلهن وياي انت انتوا كلهم تشلوه انا ما بشيل ولا شيء زين يلا كل عام وانتم بخير وان شاء الله يكون سنه سعيده ورمضان كريم وقول لهم انك ما سويت لي خصم لا ما سوينا ما كذبك انا اتحرى عندهم خصم ابوي طلع ابوي لازم ترمسوا ان الاونر ويلا يلا يعطونك خصم خصم انه مال العائله انا شي خصني في العائله أو خصم العائلة اللي مسوينا حقهم بعضهم مع بعض أهليتهم روحه شي بهانس ما يرزق وما يسوي أبو كسوم ويه يرمس الأونر عسب بهانس فيلا حين اللي أباكم ما بسوي الخصم ما شي مشكلة شلوا ساماني ودوا لي سيارتي تكرم عينك تنتين يلا تنتين بعد مبلغ وحدة تكرم عينك يلا بارك الله
زين هب صوره لفيدي وسلام عليكم ابو سعيد. سعيد يسمونك انت لابوك الكوري، ليش مسمينك الكوري؟ حطوني في الكوار اول ما جيت والله ما شاء الله عليك. سعيد اقول لك امساءت انا هذه على في العرب اقولهم انا اول مكان يومي الشويهات، يوم جيت الشويهات اول ما جيت ما شفت الا بيت واحد صندقه يسمونها صندقه الكوري. والله العظيم الله احنا الواد مكذبيني كلامي صدق انا ولا غلط؟ لا صح، ما حد ابوي في الشويهات الا صندقه الكوري، غيرها ماشي غيرها ماشي. والعرب هالفرجان كلها بنت الا من عقبه، يعني كلامي انا صحيح. طول عمرك ما يحتاج، يعني الله يحفظك يا مرحبا، يطول بعمرك، فرحت بشوفك. طول عمرك يا على الله يستر امورك. عند النظاري علني افداك، انا اقولهم في الكوري يا حاب. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ما يحتاج، الله يطول عمرك ويسلمك. يلا شكرا. ما لا لا خليتكم، مع السلامه. يلا الله يستر اموركم. ما يباني اصوره، صورتك انت. سلم سلم. الله لا يخلينا منكم. يلا الله يحفظكم. دورنا حي مشيوخ وبعد. هيا هيا شو الجري اليوم؟ قول كيلو. اشكركم اشكركم والله اشكركم. ساقه بعتبه شويه شويه يا حبيبي، بسك بتنطر يا ابوي. حلوين طع بطنكم كبر غالي. ما يت خلاص شوي. وين فطرت انت اليوم؟ بدا اخبر. خبرت لي زي خبرني مره ثانيه بيطيح نصك. يلا حصه. طيب حصه. هي عندكم حصه؟ عبد الله. بس عبد الله شوف سحورهم، شوف فطورهم. عيس هريس بعد شوربه. شوربه وهريس وبعد ملخيه. بس ملخيه. ملخيه لا حزاني. انت اكلت من الملخيه؟ لا ما نسوي. شو السؤال مره ثانيه؟ عيالة هي اسبوع العاصة صبح حبيت نخلي طيارتنا اللي بنطير بها. ايه عيالة بالصبح بالليل. لا طيارتنا بنطير في الليل. انا يوم مسافات طويله اطير في الليل حق نوصل الصبح. شو رايك انت؟ سي نطير في الليل بنوصل الصبح طول الطريق جركات. بنركب نسيت نرقد. زين ما بتصرت وايد تحيني رقدت. بنوصل ابوي الصبح بنستغل يوم بدل ما نوصل ابوي المغرب ويصير علينا الحجز على الفاضي. بيزاتنا يصير ندم فاسد. لا يا ابوي نستغل ابوي السفر. بنوصل ابوي الصبح وبنعي من الله خير وعندك هدونك وسلو تعال ولا لا 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 لا. لين في الليل. الفيل في الليل عاده يبعدي في الليل بنرقد بالوقت. وين هاي تعالي فنتين كنت تعالي تعال صراحي باكن بيجسم بيزات اليوم. ليش قبت تعطيهم بخشي؟ ماشي بحر من اللي في البوك حرام ما بتعطيهم. اليوم اليوم هي صلاح ما قال. يا سد داون سد داون. يلا 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 لا اليوم يوم الهي شي سناب ثري. يلا اليوم يوم شي سناب تعال مره وحده. اليوم 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 سناب صراحه شو ياهل ما يقول هاي مينن. تعالي تعالي ايه اليوم يوم الهي شيء صناع. شو؟ شيء صناع. صراحة التمها خبر. يلا 1-2-3 يلا بولو. اليوم يوم الهي شيء صناع. اليوم اليوم يوم الهي شيء صناع. أشكر فنك بعد one time. اليوم يوم الهي شيء صناع. بس رقم واحد اليوم اليوم لا ماشي سناب. One time again. اليوم اليوم لا ماشي سناب. صح لا غلط. شو بتسوي انت؟ شو بتسوي رحبتية؟ زين خلاص البيت خلاص بالليل.
بتبغى تيجي تفطر عندي؟ لا ابوي يعني يتحياك الله ما يت الله يحفظك. اذا العصر سهول لا. انت عقب المغرب يعني؟ ايه؟ شرات اليوم؟ ايه؟ انت ان شاء الله. وقت اذا شيء وقت بتي واذا ما شيء وقت ما بيعي. لا. يو انك يعني مشغول يعني بزنس. ايه؟ يا ريت الله انك انت استويت انت حيلة. شو ياك؟ نازل عليك الماي ده انت حيلة؟ استويت مليونير؟ ملكك ملكك انت. إيه تعالوا اليوم الفنايل البيليانيات سيدس كلر بيلياني بيلياني يا رجل نزل 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 هني خلي شوف منو عاطنك هذا الحين اذا هو كل تربوز سويد تربوز سويد شي هاي تربوز هذا الشارع اللي يفرق من بيوتنا لين الرسته الرئيسيه هذا ساعات يشو يركضون يسوون رياضه هونهم انزين يجونك يتراكضون او ان يسوون رياضه لكن في الليل بين البيوت ابوي السياير ما يشوف انك حينه انت من الحريم بعبيهن وما فضل عنهن يا غير منو بيشوفكن والله يا ابوك يا جتلتكن وجتلت القطو واحد بتموتن هذه ترى بين البيوت ما تركز ان حد يركض ولا في السكيك في النهار حب وكرامه غير في الليل هاي مشكله رمسه هذه اللي انا اقولها ما بمقتصره للرجال لا للرجال والنساء كل اللي يسوون رياضه بين السكيك وفي الشوارع في الشوارع الفرعيه اللي داخل في الفرجان ينبغى ما يسوون رياضه الا في مكان في ليتات في الليل والله لازم يكون في اضاءه إضاءة ولا إنارة هذه هي ما شيء فرق هي والله انتبهوا على عماركم هاي روح مصيبة روحنا شويونا قايدين حين كل يوم ينقصف أجل 10,000 و20,000 روحنا محسوين على الأصابع نحن أبوي واحدنا عن 1,000 من اللوادم اللي من غير بلادين اللي من غير يوم بيقص واحد يقطع تذكرة وبيصير هكو الدر لأن وايدينهم نحن أبوي قلال ما بوايدين نحن روحنا أربع مفلع أربع مفلع أربع مفالي وكل يوم حد قطع تذكرة اللي حد غرقان حد بلاي حزام أمان ليت سبب الوفاة شيء يرزق سبب الوفاة مثلا والله الطوي ما بمغطى ما حد حط عليها صياخ وفرط الولد داخل ومات نزيه والسبب الثاني ولا والله غرقان نزيه ما تحيد عمرك لو تحيد عمرك ما تعرف تسبح شو مودنك في الغبيب ولا حط لك هاي مالت حزام الأمان هبش شو اسمه هاي اللي والله انها مصيبة ويا والله كل يوم يموت حد وكل يوم ينقز حد ويموت هذه مصيبة كبيرة يعني والله ها الهاملي سلام عليك ها عندك سلام عليك مستجبة روحتك ويدرب حديد بعد ها عن هاك اليوم مستجبة روحتك What are we going to do today? Oh, today we have like leg leg only leg only leg يا رك الله تدرو كم له؟ أكثر من ربع ساعة حين يارس على التليفون وقابض الجهاز ولا تمرن ولا شياته يا بابا ترين ترين I'm taking video for you more than 20 minutes you are only with chat with mobile شو وين بتخف الشواتل هذه look دان هي وين بتخف هذه الشواتل أبوي ما بتخف هاي أبوي حق أربع جذور هريس it's enough for هريس for four يونية four يونية هريس بالبيت تتمايط هريسة هليلة إن شاء الله تكريس متى وين؟ لو 10 كيلو بس بولو والله والله ما شاء الله من الربط التليفون تنكيجي 94 and you are losing from mobile I never see you train only قر 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 ايوه تكر يلا حاضرين يلا يلا ما شاء الله عليه حمداني على الله يحفظه بعد شد حيلك شد شد ما شاء الله عليه كراني صورتك ما عليه ايه كم ما شاء انت يعني قدوه للشباب الجيل الصاعد فلازم كلهم يتابعونك ويقلدونك الحين ما استويت شيء من هين كم من سنه الحين تتمرن هي تقريبا 5 سنين اروح شايف انك ما شاء الله عليك لا تقول ما قلتك ترى ياس اصورك هل بالقلب روح ما شاء الله عليك
هايني صورتك صح؟ ايه ابو خلاص تشتكي علي تقول ليش صورتني؟ توني صورتك وترى شو رسائل كم واحد يقولون لك العرب خفوا عليهم في الشروط مال الطيور هذه اللي حاضرين حاضرين والله العظيم الله شو هل يسوون انتم مال شو نادي مالكم؟ نادي بغضاضي سواقات الطيور ايوه يقولون لك العرب ويخفوا عليهم من هالشروط اللي ما توجهوا ترى انا ما امزح صدق والله خفر صحيح والله خفوا على العرب ان شاء الله ابوي ترى رياق قال ان شاء الله وهي والله مالكم طيب اللي انا كل اللي كنت اقصده في رمسه المساعي قبل ما ادخل الجيم ان اللي انا اطريه انه الايام ايام عياد وبس انا من قصدي ان نحن روحنا كم من نفر طحنت عيالنا السيايير وطحنت عيالنا الحوادث والاشياء اللي مالها معنا من ضمن الاشياء اسباب الوفاه اللي تستوي السيايير الطويان الكشفه الغرق الاهمال وايد اشياء حط حزام الامان اللي هل بالدراجات هل بطحنت الزمان هذا كله يطحن يقصف اللجال كل هذا يقصف اللجال خطوط هذه كم عدمت الخطوط وحين عاد ايام عياد يا سلام سلم الحين هذا عاد وقت المصايب الكبيره عياذ بالله هي نعم يلا تحفظ عيال المسلمين اجمعين يا رب العالمين وين ما جبلوا بيوهم انك تحفظهم ما يعيد فرح وسعد وأناسة وتنجلب أبوي بيوت من أفراح لين أحزان والسبة الحوادث الحوادث ومن السرعة اللي خلق اللي سايرين صلالة اللي سايرين الفجيرة مرجين يبال مطعسين دراجات يعني طحنت ها كل أبوي يموتون العرب منهم اللي سايرين كان سايرين صلالة ولا سايرين الفجيرة ولا سايرين فوق يبال ولا فوق نكاكيد ولا فوق نقيان أبوي روفوا بهاليتكم روفوا بهاليتكم قميضة يا ابوكم ما يخطف عيد الا تستوي ثلاث اربع خمس جنايز في البلاد فلذلك انا اقول نحن روحنا اربع مفلعه اربعه حرام يا ابوك ما نزداد احزان بس علينا يا ابوكم اللهم لك الحمد معلوم قضاء الله وقدره يا غير يا ابوكم جدم يا موت قال جدم يا سبب واللي يصير قبلك اللي يصير قبلك يغمضك اللي يصير قبلك يغمضك يا عيال حلال خفوا على عماركم في السرعه وانتبهوا في الطرق هذه حق انت بترتاح من الحياه بترتاح من الحياه يا غير اللي بيتم ابوي عقبك انت هذا النكال والعذاب اللي في الدنيا كله اللي بيجاسي موت ابوي بيموت بيرتاح من الدنيا يا غير يا ابوك اللي بيتمون عقبك بيتولهون عليك بيعزبون يناعرون صبح ومساء حياه ما بحياه اخص الوالدين هاي يوم اقول كل والدين شجي انتم حيين شالين همكم وحتى وانتم ميتين صبح ومساء الحزن في حياتكم ابوي عبر الدهر وحزنكم ابوي في صدورهم ما يستوي والله بعد سالفه بالاخص يعني من وقت الاعياد ما تخطف عيد الا يتيميع الحوادث وينجلب العيد حزن الفرح ينجلب حزن هي هي اشوف رامني البي شو اسمه دومي توني قول لي اشوف اشوف كيف اشوف من هذاك بعيد عاد بعيد شو اسمه اشوف اصبر T-O-N-I توني اشوف توني لا تخليه يعد الوجهك لا تخليه يعد الوجهك حليل شو فلوس ودي هذا سمير كم اسمنه شو من الأكل بعد خلاص خلي ياكل من عمره ملبوس العافية أحلى شيء يقول لك والله اليوم رطوبة خفيفة ماشي رطوبة هبدأ مرة ماشي رطوبة ومنها كلها برج خبروني من وين بي الوقت وقت ماشي ما نتخلص مصلي سرت النادي قمض بالرجل لانها الساعة 12 لين توصل بيتك وتتسبح تتعمرك قطرة ماء تتلبس تتروح تتدخن تظهر 12 ونص والله انها مصيبة من اول ما وصل عند العرب سيد الساعة واحدة ابدأ مفتشوا عن الفوالة الفوالة لازم يسوقون من 12 ونص واحدة تندب الطاولة لين عينها
انتوا تدرون بني انا المغرب ما اكل شيء، هريسه وشويونه شوربه، شويونه سلطه، ثلاث حبات سمبوسه يغير عدم شويات. انزين وعليك اللي ما تضيع لين الحين الساعه وحدة وجبتي الرئيسيه. ومن تصير وتصرط عند العرب لين يعتد لنا ضلوعك. وين تروم ترمس؟ شو من رمس بعد شيء؟ خبروني. أقولكم بوي اليوم أنا يتعب بوي عنده جمعة بالمبارك يجمع بنصنوم القبيسي مسير على هالفنان. الله يحييك. منوها؟ عبيد بن زايد وفريح القبيسي. والنعم أنا أعرف بوي، لحقت على أبوه قبل ما يأخذ أمك بعشر سنين. ما شاء الله. نعم. منو أكبر أنت ولا حياتك؟ لا لأبوه. تعال ياي تعال معرس. وين 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 ساير؟ بعد ما حينك يا ربي يا مرحبا يا مرحبا. هذا ابوي مبارك بن يمعن بن صالحوم مسوين عليه المهند والدريولية كويلين، حيث ان ابوي كمبني الكمبنيه الجدام عبرين الدهر يا خير ما شاء الله عليه متماسك. عليكم السلام ورحمه الله. منو هالرجال يا محمد ولد عبد الله بن صالحوم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن على الله يحفظه. زين وانت الحين هزاع بن عبد الله بن صلهوم القبيسي يا الله عبد الله بن صلهوم والله وانت زين. ها ها تهديد شو تحت راسك الحين تتهدني؟ والله ما ادري بنوصل الفيديو هذا حق عبد الله بن صلهوم الحين شافه بيشوفه ها. الله يحفظه. يا ربي هذا عبد الله بن صلهوم شي غدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان شيخ الافغان؟ لا هذا امام من ائمه المسلمين. شوفت يا رب البيت الحرام. قصة هالصورة جتني أنا ولدي يوم شفتها انصدمت. أقول حق الرجال وين جايبنها؟ قال جايبنها من مسلسل البسوس ما أدري شو اسمها هي. وقال هاي الصورة وقال هاي الصورة حصلناها في التلفزيون يشبه أبوك. قلت له والله أن الخالق الناطق. صدق الحين يشبهه؟ نعم يشبهه 100%. لا يعني هذا قسما بالله العظيم إني أتحراه أبوك. اسمع قصته. يا رب. طرشت الصورة على الجروب مال العائلة. إنزين. قلت له حد يعرف الصورة هاي؟ قال هاي صورة أبونا. عرضنا الصورة على أبويا. قلت لأبويا تعرفها الصورة؟ قال كذي بعيونه. قال إيه هذا يوم أنا في العراق تصورت. يا ربي ما كذب. الحين سند بن مبارك بن يمعة بن صلهوم القبيسي. أيوة عمومك الصلاهمة وخوالك الفريحات قبل فريح. أهم معلومة زين الرجال اللي أعطاك الصورة. اتصلت قال لي جايبنها من الفيلم. قلت له عطني شو موقفها من الفيلم؟ قال من مشركين قريش. لا إله إلا الله. اللي حطينا لكم صورتي الله يحفظكم عبد الله بن صلهوم مع شبيهه هالريال باللحيه لما قلنا لكم شيخ الافغان الله يحفظه حينه مبارك بن يمعه بن صلهوم القبيسي. متكمل سنه عديبك؟ والله يا خالد ايام دين الزايد. ايوه يعني بالثمانين بدايه الثمانينات من هاي انتوا قبلنا انتقلتوا ورحتوا البطين عند قصر الشيخ خليفه. نعم اي نعم يعني من 30 سنه ما تلاقينا تقريبا. الله يحفظكم بنحط لكم صورة مباركة على الله يحفظه يوم كان صغير والحين هذا عف الطبيعي ما في الحاضر مدح ما يبالى رمسه. الحين ابو يمعه بن مبارك بن يمعه بن صلهوم القبيسي يا غير الحمد لله يعني ما اخذ من زين اللبو حتى نقطه. ابوك نعم الحين ولدك يوم الحين في في سن هذا شراتك انت يوم توك نقض اللحيه درج اللحيه اجمل عني انت اجمل الف وديه.
هنا الحين ما في يعني نوع من الوسامه وهاي الاشياء اللي الحين الله يحفظك. هاك اليوم انت وغير مشت الريال عن 10 من الجماعه ها يوم بيوقف الواحد منكم عن 10 انت بس صور لو لا صور تبى تصور ولا لا ما كذب ما كذب ما تبى تصور انت والله يا ابوك صراحه انت ما اريد ساير ابويا تسحب لا 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 يلا يلا كرمكم الله يعني افداك مشكورين بعد ما في النار بار مشكورين وطال عماركم يعني الله يحفظكم فعلى الله شر البلاء عنكم مشكورين ما قصرتوا بخبركم هذا عالم منهم الله يعيد الله عدلوا انا لابسنا هن عاد بتاكلوا اللي كبدي يلا كرمكم الله يعني الله يحفظكم خالفتنا العافيه حليلهم اكرمكم الله يا يمعه مشكورين ما قصرتوا انتم غالين عندي رابي وياهلكم يعني الله يحفظ سلم على كل من يعز عليه الصغار قبل الكبار عشنا وربينا واستوينا في فريج حرام يا بيننا وبينهم سكه 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 مخطف مخطف اوادم يعني نفرين ما يرمون يلا يخطفون نفرين بين السكه اللي بين بيتنا وبينهم يا حافظ عليها من ييره يا حافظ عليها من ييره عاد هذا متى بالحينه في شيء 80 كان هي قبل 30 سنه ولا 25 كم سنه 80 حسبوا انتوا عاد ربيني وبين مبارك بن صلهوم اظني سنتين لو ثلاث ما بكثر يمكن نزت كثر كثر 4 سنين لكن شو الفرق الله يحفظكم اللي تشوفون هذا تأثير التدخين تأثير التدخين دواخة الجقارة هنا عاشج ومفلس وجيب خلي دايخ زقارة ولا دوختني أدول حيث هي أغنية بسمية يغنونها فأقولكم تأثير التدخين قبل والحينة هي هي يعني لازم الآدمي لي حيد عمري يدوخ ويودر التدخين بسرع وقت أقولكم اللي الدواخة الأبيض اللي شرات البرار اللي شرات الحين بشرته والله يا أبو قدي صنقاح أسود سنقيس ترى هي هي لا تقول هذا مدواخ وهذا شيشة وهذا أرقيلة وهذا قدو وهاي مضغة وهاي كنة هي بيري كل واحد والزقارة أبوي بن واحد جميع مسمياته ترى ما في الكلاب كلب طاهر بحياتكم شفتوا كلب طاهر ما شي كلب طاهر كل هالكلاب دواخ ابوي نفس الشيء كانها جقاره ولا شيشه ولا قد ولا ارقي كلها واحد كل ابوي ما يتشاهد وكل ضار وكل غيرنا حطوا العشاء ابوي يتعشب تاخرت عليهم بلحق خيرات الله وايده هذا عاده اللي ما يعيبه المعايا حافظ العلى ابو عبد الله زين هذا ابو ترى محمد حسين الخوري وهذا هلال بن محمد القبيسي واو الشباب يلعبون برقه انت هلال بن محمد القبيسي وهذا بعد منو عجيب صار عليت الاماره ما لا ابويا يلا اشو يميع الكراتين خير ها وين وين ابو محمد صوب دارك ابويا هي لكم في دعت الله لا لا ها سدك هالوحش ما شاء الله معاك بس ترابعونا؟ نعم إيه على الله يحفظكم إن شاء الله يلا في مال أبوي يلا صبحنا على خير